لتفاصيل صغيرة، ولكن المطبخ هيكون له طعم تاني النهاردة ومختلف. احنا متعودين على أكلة السمك بيكون مشوي، مقلي، صواني، سنجاري، الحاجات اللي احنا عارفينها، ولكن لما يكون معانا النهاردة بلح البحر نعمله بطريقة جديدة بالتأكيد هتعجب ولادنا وأطفالنا اللي دايما بيعترضوا على السمك بما ان هو في مشاكل مع الحسك أو الشوك. المقادير على الشاشة: جندفلي أو بلح البحر أو عرايس، ده المسميات بتاعته حسب المنتج. يعني اللي معايا ده بلح بحر، الجندفلي اللي هو بيبقى جندفلي اسكندراني أو بتاع السويس أو الإسماعيلية، أو العرايس الصغيرة بتاعت اسكندرية احنا عارفينها. الألوان بتختلف، بلح البحر دايما بيبيل للسواد والخضار، موجود معانا. معانا رز، الرز اللي معانا حبة عريضة، حاجة زي الرز روزيتو كده. معانا طبعا بهاراتنا ملح وفلفل وتوم، كزبرة خضراء، قليل من الشبت، وتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. اللي يهمني من قبل ما اتكلم في الاكله تفاصيل بلح البحر ازاي نشتغل فيه. بلح البحر من القشريات اللي هي طبعا عارفين الاستاكوزا وعارفين الكابوريا وعارفين الجمبري، دي كلها عيلة القشريات في البحر. عيلة الرخويات اللي هو الحبار والسبيت والكاليماري، دي رخويات. الاسماك عندك بقى اللي هو البوري والبلطي والبياض والبربوني والهامور والمرجان، كل ده سمك. القشريات دي لازم التعامل معاها بحذر شويه لانها بتبقى قريبه للرمله. الرمله دي بتخش جوه حبايه البلح البحر فبتعمل لنا مشاكل مع طبق الشوربه مع ايا كان هناكله، فطبعا الرمله بتبوظ لي الطعم خالص. فازاي نتخلص منها؟ بطريقه لطيفه كده بنحضر بلح البحر ده للتشغيل، سواء هنعمله مع الكزبره طريقة اسكندراني، سواء ان احنا هنعمله بالطحينة، سواء هنعمله محشي دلوقتي على طريقة لطيفة وجميلة هتحبوها حضراتكم. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. احنا خدناه بالشكل ده كده، حلو. بنعمل محلول حمضي. ايه محلول الحمضي يا عم الشيف؟ مية بملح بليمون، مية بملح بليمون، وننقع فيه بلح البحر ده شوية كده عشان نتخلص من الزفارة ونخلص من الرملة في نفس الوقت. ده بيتجاب في اكياس تصدير، بتشوفي تاريخ الصلاحيه وانت بتجيبيه. ممكن يكون سعره غالي شويه، ولكن اهو يوم في الاسبوع يوم في الشهر حاجه جديده للاولاد علشان يحبوا السمك. حلو الكلام. نجهز المحلول الحمض بتاعنا بطريقه شيك كده زي الفل. بوله، اللهم صل على النبي، بنحط فيها شويه ملح تحضير، يعني شويه ملح صغيرين، شويه فلفل كده مع بعض، عصر ليمون، ده التحضير علشان ابدا احشيه، وعصير الليمون ومعلقه خل صغير. حلوه. ليه يا عم الشيف عملت كده؟ عشان اي زفاره اي رمله في بلح البحر ده، لان انا هحشيه دلوقتي بخلطه كده رز مع خضره هنشوف نعمله مع بعض ازاي. بناخد ميه مغليه، لازم تكون مغليه يا شيف، يفضل تكون ميه دافيه او مغليه يعني. زي الفل كده انا بحضره، بقلب ده واتاكد ان كله مع بعضه زي الفل. طبعا ده جاهز اهوت زي الفل معايا. بتغسليه وبتجيب الكيس من اي سوبر ماركت، طبعا بيبقى موجود في السوبر ماركت الكبيره عشان برضو نريح نفسنا لما نحب نشتريه. خلي بالك، بناخد المحلول ده كده وبنسقطه عليه كده زي الفل، ونخليه شوية كده على جنب. دي مرحلة أولى. حلو الكلام؟ حلو كده، لغاية كده احنا فاهمين. في طاسة على النار بنجهز الحشوة بتاعتنا. الحشوة اللي هي عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ عبارة عن زيت زيتون، مكعبين من الزبدة، زيت زيتون في طاسة شديدة الحرارة مع مكعبين من الزبدة، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بصلاية ناعمة، دي الحشوه بتاعت بلح البحر. والبصلات تكون ناعمه جدا، مش عايزين نشوفها في الحشوه. فص ثوم لطيف وجميل، الله. البوتاجاز بتاعنا ينضف اول باول عشان الصوره الحلوه تبان على الشاشه. ولما تقولي خليها سمك النهارده، تحط في الاعتبار تعملي السمك اللي اولادك بيحبوه، ضيوفك بيحبوه. ما اعملش السمك سبايسي واقول هو ده اللي انا عملته وخلاص على اساس ان جوزك بيحب السبايسي يكون راضي عنك، لا، لازم كمان ترضي الاولاد وترضي ضيوفك، ده مهم جدا. بصلايه تاخد لون كده مع زبده
مع زيت زيتون. الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، خلي بالك بريئة من الكمون والكزبرة، بلاها الكمون والكزبرة. إيه البهارات بتاعتك يا عم الشيف؟ شوية ملح، شوية فلفل، شوية بابريكا، لأن الكمون والكزبرة هيخطف الطعم وهيودينا سكة تانية. أدي البابريكا، سنة من الكركم صغيرة، والملح والفلفل. احنا واقفين كده رايقين وزي الفل، اه تمام. بهرت البصلية بتاعتي، شوية زعتر حلوين كده كده. البصلة جاهزة، بنزل عليها بالرز اللطيف الجميل. الرز ده ممكن يكون رز عريض أو روزيتو، والروزيتو سعره غالي شوية، فالرز المصري بتاعنا بيحل مكانه بما إن هو غني بالنشويات والكربوهيدرات. الله، أهو الرز ده بيستوي تلات أرباع سوا، الربع التاني بيكمله جوه بلح البحر. شفت حبات الرز بدأت إن هي لونها يتغير إزاي وطعمها يتغير. معايا مية بتغلى على النار، البوكيه جارنيه بتاعي اللي معانا كل يوم يكون جاهز معانا كده اهو، عبارة عن مية، جزر، كرفس، بصل، ثوم. ده يومي معايا، بقلب كده اهو. شوية الرز زي الفل. والله عندك بقى سمكية حلوة، جوزك صياد وجبنا راس السمكة وديل السمكة غليناهم في مية وخدنا الشوربة بتاعتهم، تبقى انت احسن من الشيف المغازي. البيون بتاع السمك ده بيكون موجود دايما عندك. عندك روس سمك بشايلها في الدف ريزر تطلعيها، ده مهم جدا على فكرة. عندك قشر جمبري طلعيه واغليه وخدوا المية بتاعته. شوية الرز انا حضرتهم كده زي الفل، الطعم سبق الشكل. عندي ماء بيغلي هاخد منه كده. اللهم صل على النبي. يلا تلات ارباع سوا، تلات ارباع سوا زي الفل تمام. ونقلب الرز ده كده ونخليهم على جنب. اللهم صل على النبي. معانا الشبت الحرامي، خلي بالك ده ما تكتريش منه كتير، سنه صغيره كده في قلب الرز بيدي طعم حلو قوي. لو حطينا كزبره وبقدونس بقى محشي، هو شبت بس سكه الفرايد سي. الشكل ده كده تمام. هنمسح الجريلا بتاعتنا ونحضر ازاي نحشي بلح البحر. صينيه زي دي كده، ونروق الدنيا دي كلها ونشيلها. اللهم صل على النبي. الرز جاهز هنا، بتجيبي معلقه لطيفه كده وتبداي ايه تحشي بلح البحر. طريقه جديده، ولكن الطريقه المعتاده اخواننا في اسكندريه والسواحل، البلح البحر ده والجندفلي، تومه، كزبره خضراء او كرفس، مع شويه كريمه لباني، مع شويه بهارات من الملح والفلفل والكزبره، قرن فلفل حار سبايسي، بيبقى بالطريقه اللطيفه اللي احنا عارفينها. خلوا بالكم دي الطريقه المعتاده. الرز جاهز هنا اهو زي الفل. الله، شويه الرز ريحتهم حلوه قوي على فكره، سنه الشبت اللي حطيتها قلبت كيانه. الله، لازم نطعمه بزبده شويه. احنا طبعا هنعمل ايه دلوقتي؟ شويه الرز دولت، في مثل يقول لك من جور السعيد بيسعد. بلح البحر بيبقى جواه كده لوزه حلوه قوي، موزه حلوه قوي، فص حلو قوي، هنشوفه مع بعض دلوقتي. حته الزبده في قلب الرز كده بتطريه، زبده مش سمنه يا شفيق، خلي بالك. هناخد الرز ده كده. الله الله، حط له شويه ميه تاني كمان وقلبه كده زي ما بتعمل الريزوتو بالظبط. الريزوتو اللي احنا بنحط له السائل بتاعه سواء بالفراخ او بالجمبري او باللحمه، بنقعد نقلب فيه كده لغايه لما يديني النشويات بتاعته. مش مطلوب ان الرز ده يكون مفلفل، خلي بالك. ولازم يكون رز مصري، ما ينفعش رز بسمتي، خلي بالك. هناخد الرز ده كده بالطريقه دي كده اهو، ونجهز بعضينا كده. حلو قوي. الصينية دي اللي هتخش الفرن،
بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحطها هنا ونحط فيها شويه زيت زيتون، دي اللي انا هقلبها في الطبق بقى واقدمها للضيوف بتوعي. شويه زيت زيتون، حلو قوي، شويه بقدونس حلوين كده، برزنتيشن يعني هنشوفه في الاخر مع بعض لما نقلب الحله دي في قلب الطبق اللي هنقدمه للضيوف بتوعنا. خلي بالك حاجات دي مطلوبه يعني. معايا قرن فلفل حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. شويه الرز بخليهم على النار هاديه كده، عايز انا اعمل شكل حلو كده. انا عارف ان البلانشة لونها احمر، حبه الفلفل الحلوه انا قطعتها دي كده واحطها في قلب الصينيه، اللهم صل على النبي. هو ده، شفت الشقاوه دي؟ شقاوه مطبخ بيسموها. حلوه قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد بلح البحر ده كده، شوط الرز الحلوين بتوعي، واقف السله كده. الله، هو ده هو ده هو ده. والمعلقه الحلوه اللطيفه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بلح البحر من قلب المحلول الحمض اللي انا عامله. التفاصيل هنا مخرجنا الجميل حبيبي، حبيب هارتي. العب معايا بقى. لا احنا معانا كتير، خلي بالك معانا واحده واحده وتانية. حاضر. احنا التفاصيل هنا، شفت الزغلول الحلو اللي جوه ده كده؟ هو ده اللي انا عايزه. قال لك من جور السعيد يسعد. بنحط عليها كده ونقفل كده. تاني مع بعض. تكنيك عالي من الخبره الطهويه. ونحط كده. تاني نهدي النار هنا شويه. عيني، حاضر والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه دلوقتي. بوطي النار بس عشان مش عايز ده يتحرق. زي الفل. ونبدا كده اهو، شفت الجو ده كده؟ تاني. حاجه جديده. هتقولي يا شيف ابو غازل انت بالك طويل، احنا عندنا وقت للكلام ده؟ ما هم شويه فرايد رايس كده هيتحمروا مع بصلايه خضراء حلوه، وبعد كده ناخد الجندفلي ده مع كزبره وتومه في قلب النار ونشوحه مع شويه كريمه لباني او فلفل حار وخلاص. ماشي، ايش هيقول لا؟ بس التغيير حلو يا ست الكل، والتغيير مطلوب. ايه المشكله ان احنا نعمل اكله جديده بطعم جديد بشكل جديد؟ برضه للتفاصيل الصغيره للفلاسفه اللي ممكن يقول لك يا شيف يعني هياخد وقت كبير مننا، واسمه محشي، ايه رايك؟ مش كل يوم نعمل محشي كرنب ومحشي ورق عنب؟ طبعا سيبوني انا اعيش مع بلح البحر بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده كده. مخرجنا عايز يشوف الصوره الحلوه لان انا معايا وقت كبير. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع لطبق مكرونه غني باوميجا 3 يعني وداعا للزهايمر سواء للاطفال او كبار السن. معانا كمان جمبري كريسب النهارده جامد جدا مع التوميه المايونيز كاتشب حسب الرغبه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل لعمل طبق من بلح البحر بشكل جديد، طعم تاني نقول، خبره طهويه نقول. بتحب تعملي حاجه في مطبخك حاجه جديده حلوه؟ في تاني هنا؟ مفيش تاني يا شيف، انت بتدور مفيش حاجه مفيهاش، خلاص خلص تمام. نروق ده كده. شويه الرز دولت خلي بالك ما تفرطيش فيهم، ناخدهم هنا اعمل كده. الجو ده حلو، خلي بالك العود البقدونس اللي انا فرمته وحطيته فرديه الحله او فرديه الطاسه مع فلفل احمر ده انا عايزه بالشكل ده كده، حاجه جديده يعني. معايا فلفل كده باخده تاني اهوت. ما هو خلي بالك ده عشان لما نغرف الطبق ده للضيوف يبقى شكله حلو، تبقى لوحه فنيه. خلي بالك اللون الاسمر بتاع بلح البحر ده انا عايز اسيطر عليه شويه. باخد دول كده مخلوطين بقليل من البقدونس واقلبهم كده. شفت انا بعمل ايه؟ عايزك تبقى شطوره كده في المطبخ زي ما انا شغال. واخد ده كده يا عم الشيف، هو ده، العب يا سمك. ناخد ده يا عم الشيف زي ما هو كده، الصينيه دي زي ما هي كده مع شقشاء ميه صغير مع ورقه زبده وهندخلهم الفرن. قد ايه يا عم الشيف؟ 10 دقائق في نار هاديه عشان الرز هنا ثلاث ارباع سوا، يكتمل سواه داخل حبه بلح البحر مع الفص اللوز، اللهم صل على النبي.
ما تحط ميه بقى وتحط الشيشه الميه ما تحطوش فوق كده على الوش، لا زي ما انا بعمل كده اهو في جنب كده، خلي بالك اهو الدنيا تبقى هدوء معاكي كده اهو. كل يوم محشي كرنب، كل يوم محشي ورق عنب، بس خلاص ما انا عايز شويه البهريز دول، خلي بالك. ورقه زبده، اللهم صل على النبي. اخبار الفرن ايه؟ درجه حراره الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. وندخلهم الفرن، ورقه فويل كده تمسك لي الحاجه دي، مش عايز اغطيها كلها فويل يعني للامانه. دي كفايه 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 تعذيب وشقه، هو ده. على فين يا عم الشيف؟ يلا بينا، عايز البخار يطلع، هو ده. دي مكانها فين يا غالي؟ مخرجنا الجميل بالله عليك قول لي مكانها فين؟ والله لو قلت الطبق ده بعد ما يخلص اغرفه واجيبه لغايه عندك. الله عليك، مدرسه مدرسه. ده ما يتحطش فوق، مش جلاتان ده، ما هيش جبنه موزاريلا. هو ده، ولازم الفرن تكون درجه حرارته، اقفله. طيب حاضر، تمام. درجه حراره الفرن هنا تكون قليله جدا علشان انا عايز الرز يكمل سواه داخل حبوب او داخل بلح البحر او الفص اللي بتاع بلح البحر. بعض اخبار بلح البحر يا عم الشيف، هات الكبير هنا، العب، صلي على الحبيب بالله عليك وافتح الفرن. يلا بص على الحلاوه اللي معايا. اللهم صل على النبي. جيب الفرن يا حبيبي يا قلبي. ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ الصوره دي كانت فين من شويه؟ هو ده. يلا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ عايز اقلبه، عايز اقلب حله الكرنب دي، حله الكرنب دي عايز اقلبها، حله الكرنب دي عايز اقلبها في الطبق الابيض ده. هو ده. يلا بينا يلا بينا، هو ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل على الحبيب عشان اشيل الحله، اللي مش هصلي على الحبيب مش هشيله الحله. هو ده. هو ده، اللهم صل على النبي. هنخليها زي ما هي كده حلوه. لا ده انا عاجبني قوي شويه البهريز اللي تحت دول، الا ده الا ده. الله، انا لو مش على الهوا كنت كلت دول للامانه، دول كلهم يود، كلهم فوسفور عالي جدا. لان الجندفلي وبلح البحر والقشريات بتبقى اكتر حاجه غنيه باليود. ليه عارفين؟ بيبقى فيه زحمه كده ما بين القشر وبعضه، مهما غسلتيه طعم القشر فيه اليود، خلي بالك. غير الاسماك العاديه مجرد ما بتنضفيها وتشيلي بطنها خلاص، اما القشريات بيبقى فيها نسبه اليود عاليه جدا. اللي هي ريحه البحر وطعم البحر. زي الفل.